مشاهدينا الافاضل اينما كنتم، اهلا وسهلا. وما المعروف عند الجزائريين لانه صمت علينا في بعض الاحيان في مواجهة اليمنى حسين بن عياده، الجهه اليسرى رامي بن سبعين، عيسى مندي رفقه عبد القادر بدران في وسطي الدفاع، رامي الزروق، اسماعيل بن ناصر وسفيان بن دبكه، وثلاثي الخط الامامي ادم والناس، يوسف بليلي، وكذلك اسلام سليماني. المدرب هو جمال بالماضي منذ اغسطس 2018، بينما في الجهه المقابله يدلني عليه يعني وين موجود. رامز الرقي سقط، لا مش الرقي، بن دبكة، صلى سلامات. رامز راح لك صمتة، راح لك صمتة يا رامز، صمتة وزروقي، صمتة صعبة، صمتة مازال، قتلتها قتلتها قتلتها، ماتت ماتت الكرة هذه، التسديدة، أولولو أولولو يا بدران رايح، أولولو يا بدران رايح، نرتمى في الكرة هذه، التسديدة مرة سلامات، تسترجع مرة ثانية، وليمر يوسف من الأول مر، مازال عنده الكرة الآن. مأمورية صعبة أمام شوماري، ترجع لرامي بن سبعيني، يدخل رامي، يلعب بينية، رجعت له، دخل رامي، رامي رامي، أي 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 يا سيد الحكم، لا لا ما فيش ركلة جزاء لأنه سقط وحده. طيب اللعبة الثنائية كانت رائعة، أنا ولا شيء، لا 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 ولا شيء ولا شيء يا رامي، معلش. من الحارس عايشي مانولا، حكم احتسب دقيقتين من الوقت بدل الضايع من عمر هذا الشوط الاول. الكره جزائريه، يوسف بليلي يرفع الكره، هيلا وي وي وي، وجول لا وجول، رامي بن سبعين يفتح مجال التسجيل في الدقيقه 46، يفعل رامي ويسجل هدفه السادس مع المنتخب الجزائري. شوف مازال بقينا تحت، مدافعين بقوا يلعبوا تحت. اسماعيل بن ناصر حاول يمر، في خطا لصالحه، يصفروا الحكم والبطاقه الصفراء. تعال بطاقه لممنيته، كم كم هي بكري ممنيته، يتلقى البطاقه الصفراء الثانيه لعناصر المنتخب التنزاني. بين فيه لاعبين مش مراقبين من التنزانيين، صعبه الكوره ورايس خرجها، ثم عموره بالراس يتفوق، وهرب اسماعيل بن ناصر، اسماعيل بن ناصر يلعب من هنالك على الجهه اليسرى مع البلال ابراهيمي، ثم توبة بروعة يلعبها لادم زرقان. وين يا ادم، وين يا ادم، ممتازه لعموره، هرب على الجهه اليمنى، راح عموره، راح عموره، دخل عموره، راح عموره، عموره جول، اولولو بلال وعموره، يستلم عموره، عموره عموره جول، بابا 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 جول، محمد لبيد عمورة جول، ميا موري جول يا عمورة، هدف مقابل صفر، يا سلام، هذه الفرحة تسوى ذهب، هذه الفرحة وهذه اللحمة تسوى ألماس، هذه الفرحة ليس بالفوز بكأس العالم، ولكن هكذا مودة وحب، وهكذا لحمة بين اللاعبين بعد هدف عمورة، تسوى ما تسوى في هذه اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، أول هدف لعمورة في حياته مع منتخب بلاده، هدف ثاني من لعبة رائعة، يا سلام، هدفان
مقابل صفر صارت النتيجة. حتى حكم المباراة السوداني السيد محمد علي إسماعيل يصفر نهاية هذه المباراة بالتفوق المنتخب الجزائري بهدفين مقابل صفر أمام تنزانيا بفضل رامي بن سبعيني وكذلك محمد لامين عمورة. شكرا لكم مشاهدي رفاد، ألقاكم وأنتم دوما في صحة وعافية بإذن الله تعالى. سلام.